بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا من هذا السؤال مقدمة أو مدخل إلى أصل مادة من القواعد الأربعة. اليوم بإذن الله تزيد من رباط الأصول للتسكن لأربعة. وقلنا أن هذا المادة يحتوي على أقصى ثلاثة. اليوم لا تقصد كي يوصل تسكن سيستمين الربا. مقدمة ومقدمة أسباب الصحة. ومن تونسيون من يكون يصور من الأعصاب داخل الجسم. لماذا نص التوحيد؟ بس كان مركز فيها التوحيد. على قواعد الأربعة. إنت أنصر لقاء الله. نبدأ بالقصة الأول. إنسان نظيفة. ما هو؟ ولا يقدم. إنتروكسيون. المقدمة لك فيها قولة الله تعالى أول دعم الطالب ودعم القائل. إنسان الأولى لنصر إنتروكسيون في مقام. Per lo studente e il programma per il dottore. Ma questa parte è parlata di tutti i lavori, le cambiate, le cambiate. Inizia il programma per lo studente che la sua mamma prende in mano la tua condizione. Ma non ho avviato. Chi sono avviato dal lavoro della sua mamma? Io avvicinando la sua mamma. A come avviato? Voi siete avviato da un amico. أولياء من هم أولياء الله من؟ اسم أولياء الله محمد محمد يزيل كل الرابع بسم الله الله أولياء الله الذين كتبهم الله سبحانه وتعالى أولياء الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أهل أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يمكن أولياء الله سنقول سكون معهم أولا إنهم سيد أنكسر الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى الله أبيهم فيه أبيهم إيمان فأنا أريد أن أعطيه إيمان لرسول الله أفضل بالأمس الإيمان قول عن الاعتقاد زيدا وصلاة Abbiamo detto ieri che la fede è detto, credo, operato, aumenta, diminuisce e assegna. E la dopo quello che noi facciamo di mura e che pure è la te e tutto ciò che ha invece lo scappa è una maniera. E conviene obbedirsi. الذي يجمع بين الإيمان والتقوى من أولياء الله. إن كنت تقول لك يسكن في العقيدة التمولة والتقوى صرف على الأولياء الله سبحانه وتعالى. إيش ما بيسكن؟ ينام بين القبور. ضغط بين القبور. يشبع القبور. بين الدين. يسجد. كم في كومنتاسيون. يسجد. روح. لا يأتون عهد الصبر ولا صبر. Non fanno la prima di essere un dea, non la digiuno, non fanno la prima. Guarda le maasi. E fa la peccata. Lei è la peccata, guarda il salame, il bambino, la mamma, la mamma, non si purifica la ricordità che siano orine o altro. Guardi con l'uomo, guardi il nascito di piccolo. E poi giuro che non c'è nessun dubbio che sia orine. Meno a un mio seguito. Però per le orine, le prendiamo. La Occorre distinguere come sono distinti i cieli dalla terra tra Aulia Allah e Aulia Shaitan. Ma fu? È chiaro? No. Nessuno che ha dubbio, nessuno che ha obbedienza, fa tutto ciò che la legge, non c'è dubbio che sia un marito, però che sia un marito, vediamo la parola di Dio. Yeah.